اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات برحمتك يا مجيب الدعوات. طيب، الآن سنتحدث عن أركان الشخصية الناجحة في التواصل. في التواصل حتى نتواصل بشكل جيد، هناك أربعة أركان لشخصيتك حتى تكون ناجحة. الركن الأول الإيمان العميق، أن يكون لديك إيمان عميق. إيمان بماذا؟ إيمان بأن التواصل سبب في النجاح، إيمان بأن النجاح لابد أن يكون من صفات طالب القرآن الكريم ومدرس القرآن الكريم، إيمان بأنك أنت صاحب رسالة، إيمان بأن حامل القرآن يجب أن يكون من أرقى درجات الناس، من أرقى أنواع الناس. إذن الإيمان العميق والفهم الدقيق والاتصال الوثيق والعمل المتواصل، أربعة أشياء هذه إذا حفظتموها تصلح أن تكون محاضرة. لو أردت أن تلقي محاضرة في مكان ما وتقول لهم ما هي أركان الشخصية الناجحة في التواصل والتعامل مع الآخرين، أربعة أشياء: الإيمان العميق، أن تؤمن إيمانا عميقا بأن شخصية المسلم يجب أن تكون أرقى أنواع الشخصيات. لماذا اليوم الشباب في العالم اليوم ينجذبون إلى بعض الشخصيات اليوتيوبر؟ تسمعون باليوتيوبرات اليوم الذين لهم مليون مشاهد ومليونين مشاهد، لماذا؟ ما السر في هذا الشخص الذي عنده مليون مشاهد أو مئتين مشاهد أو مئتين أو مئة أو عشرة مليون مشاهد أو كذا؟ هذا عنده إيمان عميق بأنه يريد أن يصل إلى هذا الجمهور، مؤمن بمنهجه، قد يكون على طريق خطأ ولكن عنده إيمان بمعنى ثقة عميقة. فأنت الداعية إلى الله عز وجل يجب أن يكون لديك إيمان عميق بأنك تستطيع أن تفعل شيئا لهذه الأمة. لا تنظر لنفسك أنك صغير أو أنك لا شيء عندك تستطيع أن تفعل. وفكرة أن يدخل الإنسان في اليوتيوب أو في الوسائل التواصل الاجتماعي هذه سنبحثها لاحقا، لكن هي من الوسائل الهامة جدا في عصرنا هذا، وهو أن يكون الإنسان مواكبا للعصر، يفهم فهما دقيقا ماذا يحتاجه العصر. إذا النقطة الثانية الفهم الدقيق، افهم دقيقا عن الله، ماذا يريد الله منك؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو الخليفة؟ هو أنت، أنت الخليفة، خليفة الله في الأرض، بمعنى أنك الذي تقيم شرع الله وأنك تدل على الله وأنك الداعية إلى الله وأنك تعمر الأرض بما يريد الله. إذا افهم عن الله، لماذا أنت خلقت في هذا الكون؟ أنا ما خلقت لطعام وشراب، إنما خلقت لهدف، لتحقيق عمارة هذا الكون حتى يرضى الله عز وجل عني. إذن الإيمان العميق بأنك تنجح، الفهم الدقيق عن الله عز وجل والفهم الدقيق عن شخصيتك ومن أنت وما هي خبرتك وأين أنت وما مكانتك، افهم جيدا. النقطة الثالثة الاتصال الوثيق. ما معنى الاتصال الوثيق؟ يعني أن تجيد فن الاتصال مع الآخرين، أن تجيد التواصل مع الآخرين، أن تجيد التحبب مع الآخرين، أن يكون بينك وبين طلابك تواصل. يعني أن مثلا أنت مدرس حلقة للقرآن الكريم، هل تأخذ طلابك مثلا إلى حديقة أو إلى مطعم أو إلى بيتك مثلا في إفطار؟ هل سبق أن أخذت طلابك إلى بيتك لتفطرهم وتطعمهم مثلا هكذا الخبز والبيض وشيء، أو تطبخ لهم دجاجا أو لحما أو شويا أو شيئا في البيت؟ هذا من الاتصال الوثيق، ولو بالسنة مرة واحدة ادعو طلابك إلى بيتك، سيبقى له أثر كبير جدا في حياتهم. طيب اعملوا ما يسمى بالإفطار الجماعي. الإفطار الجماعي يعني بمعنى نصوم يوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس ونقول الإفطار عندي،
في بيتي، أو الإفطار في المسجد، أو الإفطار في حلقة تحفيظ القرآن الكريم، كل منكم يحضر شيئا من طعامه من طعام ونفطر سويا. هذا اسمه تواصل. عندنا وسائل التواصل كثيرة جدا جدا، ولكن معلمو القرآن الكريم مقصرون فيها، في تقصير طبعا أتكلم في بعض البلدان، ولكن المعلم الناجح هو الذي تجدونه يتواصل مع طلابه ويذهب معهم في رحلة، يذهب معهم إلى رياضة، يذهب معهم إلى مسبح، يذهب معهم إلى يعني أي حركة يحبونها. هذه لغة الشباب اليوم، الشباب محتاجون إلى شخص يتلمس أحوالهم، والله هذا شيء مهم. رابعا العمل المتواصل، استمرار، لا ينبغي أن يكون محاضرة واحدة وتمشي. يعني إذا أردنا نتيجة، مثلا نحن بدأنا بعد العصر اليوم درس الشمائل المحمدية، شيء عظيم جدا، أنهينا الشمائل المحمدية وانتهى خلاص السلام عليكم، لا، ينبغي أن نواصل، تواصلوا مع شيوخ آخرين، تواصلوا مع، تفاعلوا مع شيوخ، استضيفوا شيوخا آخرين، أقيموا دروسا في الشمائل وفي الشفاء وفي الكتب الستة وفي الأربعين النووية وفي كتب العلم، اقرؤوها اسمعوها من المشايخ، أحيوا علوم الإسناد، أحيوا علوم الحديث من خلال هذه الجلسات. العمل المتواصل، رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة استطاع أن يعمل شيئا كبيرا، بنى دولة من لا شيء، استطاع أن يراسل كذا وكذا ملكا، استطاع أن يغزو كذا وكذا غزوة وكذا وكذا معركة، واستطاع أن يسافر، وذهب إلى تبوك وذهب إلى خيبر وذهب إلى هنا وتعاقد مع اليهود وعمل صلحا مع اليهود وخاطب الملوك وخاطب هنا وعلاقات داخلية وعلاقات خارجية، وما شاء الله تبارك الله، يعني فعل شيئا عظيما، كل يوم كان هناك عمل متواصل. هذه الشخصية الناجحة، أربعة أشياء: الإيمان العميق، الفهم الدقيق، الاتصال الوثيق، العمل المتواصل. إن أردت كذلك فأنت شخصية ناجحة، تستطيع أن تنجح في حلقتك القرآنية وفي درسك وفي مدرستك إن شاء الله، سواء كنت مديرا أو مشرفا أو رئيسا أو مدرسا أو مدرسا. من يقرأ هذه اللوحة الموجودة في المرأة مرآة، المؤمن مرآة المؤمن، جميل أحسنت، خطاط ما شاء الله الذي رآها، من أراد يصورها ليصورها، نعم، المؤمن مرآة المؤمن، جميل جميل. لماذا أيضا عرضت هذه الصورة؟ أضيفها للأسئلة السابقة، كم سؤال صار سابقا عندنا؟ القلم المتحرك، القطة التي في القطة التي تتبرجح في الأرجوحة، والحصان، و في سمكة مرت معنا متحركة بس ما حكينا عنها، في الحصان، الحصان قلنا، والسمكة لم نتحدث عنها، وهذه الصورة أيضا. بالنسبة للعمل المتواصل هو الحصان. ما شاء الله، ها بدأت، هذه إجابة جيدة، هذه إجابة جيدة، تدرب تدرب تدرب، شوف وضعنا كله تدرب تدرب وضعه مع الحصان، جيد، هذه ملاحظات حلوة. أنا أريدكم في نهاية الدورة ستجدون الأسئلة وصلتكم، ستجدون الإجابات وصلت على الأسئلة، لكن أنا ألفت نظركم إلى لماذا أتيت بهذه هنا. هنا يبدأ العقل اللاواعي يسرح ويسبح ويقول لماذا أتى بها، تبدأ الإجابات عندك، وستجد الإجابات من خلال الدورة، خلال يومين ثلاث أيام ستجد الإجابات إن شاء الله. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات برحمتك يا مجيب الدعوات.